يا صباح الإيجابية وصباح الخير وصباح السعادة مع بداية الأسبوع يوم الأحد. قلنا كذا نبدأ بداية جميلة، كيف ممكن احنا اليوم نحس بنوع من الإيجابية؟ وهذه المعلومات كلها راح نتعرفها مع الأستاذة سورة المسقطية، اختصاصية إرشاد نفسي. بداية صباح عليك، نقول لك صباح الخير. صباحك إيجابي. صباحك سعادة يا رب. صباح النور أستاذة سورة، وفعلا نحتاج للإيجابية في بداية الأسبوع وفي يوم الأحد. بالضبط. طيب يعني أستاذة سورة، كيف يعني ممكن الواحد يكون إيجابي؟ نحن اليوم يوم الأحد، فيعني يمكن الواحد يصحى تعبان، ما له نفس، ما له خلق، لكن كيف يغير هذه الأمور كافة؟ أول شيء قبل نبدأ نتكلم عن كيف واحد يغير ويسوي نفسه إيجابي لما عنده أفكار سلبية، خلينا نتكلم إيش هو معنى الحقيقة الإيجابية. لأن إحنا أكثريتنا نفكر إنه وعندنا مصطلحات خاطئة إن الإيجابية الحقيقة يعني أنا ما أشعر بأفكار سلبية، ما أعبر عن مشاعر سلبية، ولكن الإيجابية الحقيقية إن أنا أعبر عن مشاعري، أشعر فيها، ولكن ثم بعد أنه أتعامل معها وأعطيها حقها أطلق صراحة وأركز على الجوانب الإيجابية في الحياة. وهاي مصطلح ما كثير يفهمه، يعني كثير إحنا نلتقي ناس وكذا يقولوا هذا إنسان سلبي بس لأنهم عبروا جملة إيجابية، جملة سلبية. لكن اللي هاي يعرف بالإيجابية السامة، أنه واحد يكون إيجابية طول الوقت. إحنا كبشر بنكون إيجابيين مرات وسلبيين مرات، عندنا مشاعر إيجابية ومشاعر سلبية، فمهم يكون عندنا توازن فيها ونعرف نتعامل مع المشاعر السلبية بشكل صحيح عشان بعدين نقدر نركز على الإيجابي. فسؤالك أنت شيماء، يعني كيف أن أنا أكون إيجابي في الصباح؟ أحسن طريقة توكيدات الإيجابية، لأن إحنا مثلا في علاج المعرفي السلوكي إحنا نعرف أن الفكرة تؤدي للشعور يؤدي السلوك، فإذا أنا أفكاري سلبية شعوري بيكون سلبي. فالتوكيدات إيجابية واجد حلوة، واجد أنا أستخدمها مع المسترشدين، هي عادة جمل إيجابية تعزز شعور أو سلوك إيجابي. مثل اليوم يومي بيكون جميل، وأكررها يعني عشر مرات كل يوم. كل يوم، وإذا تقدر تكرريها قدام مراية يكون فعال حتى أكثر، لأن أنت تشوفي على نفسك في عينك بتؤمني بالكلام. حتى هذا يعني يرتبط بشيء احنا نعرف فيه نظرية في علم النفس اسمها النبوة الذاتية التحقق. ايش انا اتوقع بيصير؟ فاذا انا احس يومي بيكون سيء بتصرف طريقة انه يخلي يومي يكون سيء. مثل لو انا رحت قدمت على وظيفة الحين وانا قلت اوه ما راح احصل وظيفة، ما راح يوظفوني، ممكن انا اروح هناك اتصرف ما عندي ثقة، ما واثقة من نفسي، ما واثقة من قدراتي، مترددة بالضبط، فبعدين ما راح يوظفوني. ما لانه انا ما عندي القدرات، لكن طريقة اللي تعاملت معاهم. ايوه، انا اتوقع هني الاغلب بيقول يعني إذا الله كاتب لي في هالوظيفة خلاص نصيب. يعني تعرفي أستاذي، يمكن يعني الأغلب يعني ما يقدر يتحكم بمشاعر الموجودة في الداخل. يعني إذا كان متضايق بيقول طيب أنا بقول حق نفسي عبارات حلوة من بداية الصباح، فيمكن الصورة اللي راح يرسمها في باله حتى هو يكرر الكلمات الإيجابية بيقول وأنا كني جالس أكذب على نفسي إنه يعني أوكي هي مشاعر موجودة في الداخل، يردد الكلمات فما في أي نوع من التوازن. هذا السؤال ونقطة واجد مهمة وأسمعها كثير. كذا ليش لازم يكون توازن؟ أول شيء لو أنا متضايقة من شيء لازم أعطي نفسي حقي أشعر بهالمشاعر، أعطي نفسي إذا أنا حزينة أشعر بالحزن، وبعدين وراء أوصل درجة معينة اللي أنا حسيت أن عبرت عن مشاعر الحزن أركز على الإيجابية. لكن مثلا مع توكيدات إيجابية لازم أركز وأختار جملة مثلا اللي هي تساعدني أنا، تفيدني أنا. فإذا أنا مثلا أريد أعلم نفسي أحب نفسي لكن ما قادرة، أبدأ أنه أنا أتقبل نفسي. إذا ما قادرة مع جملة أنا أتقبل نفسي، أنا أحاول أتقبل نفسي. فمهم الإنسان يختار جملة اللي مناسبة حالة. كذا ليش إحنا مثلا في الجلسات أنا ما أعطيهم جمل موجودة، أنا وهم نكتب جملة حالهم هم اللي تساعدهم هم. لكن يعني في واجد فوائد على التفكير الإيجابي، واجد فيها فوائد على الصحة، عليها فوائد على الصحة الجسدية والنفسية، يكافح الاكتئاب، يزيد عمر الإنسان. تصدقوا يعني إذا أنا إيجابية يزيد عمري، إذا
يخليني يساعدني يقلل درجة أمراض القلب، يساعدني أتعامل مع الضغوط في الحياة، تقاعيد اللهني المرسوم من العصبية من العصبية يقلل من العصبية، يقلل من كذا. لكن هو نوع نمط حياة احنا لازم نعود نفسه عليه. لكن مثل ما قلت، ما الإيجابية السامة انه انا دائما إيجابي، لا. أيوة. الإيجابية انه انا اعلم نفسي اركز على الجوانب الإيجابية في الحياة بعد ما اعطي لمشاعري حقها. أيوة، يعني الحين احنا تعرفنا على مصطلح جديد اليوم، الإيجابية السامة هي اني انا اكون إيجابي طول الوقت. طيب افرضي استاذة السرى ان في شخص هو بطبيعته كذا يحب يكون دائما متفائل ودائما إيجابي، هل هذا الشيء معناته انه مثلا هو جالس يكذب على نفسه او انه هو شخص ما صادق مع نفسه؟ لا، تفائل بالضبط، ان الجملة او الكلمة تفائل يعني انه انا اركز على الجانب الإيجابي في الحياة. ما في شيء غلط انه واحد يكون متفائل، لكن هذا الشخص يكون يكذب على نفسه إذا هو كل دقيقة في حياته إيجابي. إذا حد لا سمح الله توفى، شيء سيء صار وبعده إيجابي، لازم أنا أعطي لنفسي حياة هي عسر ويسر، فيها إيجابيات وفيها سلبيات، فأنا لازم أعلم نفسي أعطي حق لمشاعري وبعدين أكون إيجابي. أشعر بالحزن دقيقة، ساعة، ساعتين، وقت اللي أنا أحتاجه، وبعدين أركز أوكي هذا الشيء صار لكن تعلمت هذا الدرس، أو أوكي هذا الشيء صار لكن لعله خير في هذا الشيء، هذا الشيء سيء لكن عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم مثلا. لكن بعد ما أشعر وأخلي نفسي أشعر بالمشاعر السلبية. كل شخص اللي إيجابي لو أنت تسأليهم هم إيجابيين يعني بالحقيقة، بتشوفي أن هم يعطوا مشاعرهم حقا لكن ما يتكلموا عنها، ممكن هم يجلسوا مع مشاعرهم شوية وبعدين يركزوا على الجوانب الإيجابية. يعني نقدر نقول إن الشخص الإيجابي واللي يعني يتمتع بالإيجابية السامة يعني ممكن هو يحس بهذاك الشعور لفترة مؤقتة، ولكن بعد هذاك المشاعر اللي هو يحس فيها يقول لا خلاص، ترى الدنيا ما راح توقف مع حد معين أو مثلا مع خط مثلا أو دائرة، ولكن هو يتخطى هذه المشاعر كامل ويكمل حياته، لأنه فعلا إذا تم ويعيش حياته بالمشاعر الحزينة المكبوتة في داخله فاهني ما راح يشوف الجانب المشرق نهائيا في حياته. ولكن هل الإيجابية السامة شيء مضر يعني يا أستاذة؟ أيوة مضر، لأن نم أنا أكون في وعندي أسوي إيجابية سامة أنكر مشاعري، نم أنكر مشاعري إيش يصير؟ يصير عندي كبت مشاعر، نم يصير كبت مشاعر هذا يؤدي إلى مشاكل نفسية. والشخص اللي مثلا يكون دائما دائما ما يعبر عن مشاعره، ما يتعامل عن مشاعره، تصير عنده بعد سنوات طويلة مشاكل نفسية، حتى مرات مشاكل جسدية، مشاكل عضوية. احنا نعرف هاي سايكوسوماتيك، يصير عنده آلام في الظهر، آلام في البطن، يصير عنده كذا، كل أمراض. أكثرية الناس على فكرة اللي يجولي يكون انه هم ما متعاملين مع مشاعرهم من قبل 10 سنوات والحين لازم يتعاملوا معها. فلازم يعني توازن فيه. أيوة، لازم يكون في توازن، إنه أنا أتعامل مع مشاعري، أول شيء أعي بمشاعري، أتقبلها، أشعر فيها، أعطيها حقها، ثم أطلق صراحة وأركز على الإيجابية في الموقف. ممتاز. إحنا اليوم موضوعنا عن إنك تكون إيجابي، وإيش المقصود بإنك تكون إيجابي؟ نصادف أحيانا في حياتنا السادة السجرة أشخاص سلبيين، دائما متذمرين، كثيرين الشكوى، هذه العادي يعني لا هم المتوازنين ولا هم الإيجابية السامة، هذا على الجانب الآخر من يعني من العالم. فمثل الأشخاص إيش بالضبط هم كيف يفكروا؟ يعني أنا خاطر كذا أدخل في عقليتهم وأشوف هذا الشخص اللي ينتقد واللي يتذمر من كل شيء والشخص السلبي في كل شيء، كيف يفكروا، كيف يشوف العالم، وكيف ممكن إحنا نتصرف معه؟ فالحين إحنا لازم نتكلم عن فئتين. الفئة الأولى مثلا تكلمنا عنها، في فئة معينة أن تهرب من مشاعرها، ما تتعامل معها، وهاي عادة يدخلوا في الإيجابية السامة. في فئة ثانية اللي سلبية وعندهم طاغي سلبي يعني عليهم، وهم عندهم مشكلة مثل ما أنت قلتي المعاكسة، أنه يغرقوا في مشاعرهم، يعطوا مشاعرهم أكثر مما تستحق ويغرقوا في السلبية. وإحنا مثل ما قلنا لازم يكون في توازن، فمهم إنه إحنا كنا نسعي في التوازن إنه كيف نتعامل مع مشاعرنا. لكن عادة هذا الشخص سلبي يعتمد على نوعية سلبيته،
لكن بعضهم ممكن يحتاجوا بس حد يحتويهم، يسمع لهم، يكون معاهم، ولكن أكثريتهم يحتاجوا لجلسات إرشاد نفسي عشان يتعلموا كيف يتعاملوا مع أفكارهم السلبية وكيف يغيروها إلى أفكار إيجابية، لأن إحنا عندنا تقنيات كثيرة. نعم. طيب أستاذة، يعني على طاري موضوع السلبية، موضوع يعني حتى الإيجابية، نتكلم شوي كذا عن مسألة كبت المشاعر. يا ترى إذا كان الشخص يكبت مشاعره، يعني خصوصا مثل ما نعرف الرجال بين قوسين عيب أنه مثلا يصيح، أو عيب مثلا هو يعبر عن مشاعره، فيا ترى في مثل هذه الحالة إيش هو الحل بالضبط أستاذة سرى؟ إن نعلم الرجال، إحنا نتكلم عن رجال كبار، ونتعلم كيف نغير الجيل الجاي بشكل عام. بشكل عام أي شخص إنه إحنا نحاول إنه نفتح لهم المجال إنه يعبروا عن مشاعرهم معانا، إنه نعلمهم إنه طبيعي إنه واحد يعبر عن مشاعره، إنه نعزز في المجتمع ونعزز في البيئة اللي إحنا فيها إنه طبيعي واحد يكون عنده مشاعر سلبية وإيجابية، وطبيعي إنه يعبر عنها، وبالذات مع الرجال، إنه هذا ما يعني أنت ما رجال، أو ما يعني إنك لازم تصطلب، أو كل الأشياء اللي هم يقولوها. لكن هذا واجد صعب، لأن كثير منهم كثير من الرجال تعزز عنهم وتعلموا إنه عيب يعبروا عن مشاعرهم. فصح، حتى إحنا في بشكل عالمي نشوف إن الرجال يعانوا أكثر من مشاكل نفسية بسبب الكبت، لأن النساء يعبروا عن مشاعرهم أكثر من الرجال. حتى من يطلب أو يسعى الخدمة الإرشادية نشوف إن النساء يسعوا هاي الخدمة أكثر من الرجال، فهاي صحيح. مشكلة موجودة يعني في العالم كله فعلا، وخاصة يعني يمكن يعني حتى في العزيات أستاذة، مثلا يعني مناسبات العزة أو أيا كان، تشوفي الكل معبر عن مشاعره. عاد تعرف النساء كيف يعبرون عن مشاعرهم، وديتي على جانب الرجال فكل واحد ماسك نفسه، كل واحد مخلي عمره القوي اللي ما راح مثلا أنه يعني يبكي، أو مثلا حتى ما يعصب، يحاول قدر الإمكان أنه يتماسك ويملك أعصابه. طيب يعني أستاذ، نقدر نقول إيش النصيحة اللي ممكن توجهينها للمستمعين والمتابعين بداية هذا الصباح؟ نقول إحنا صباح الإيجابية بعيد عن هالأخبار كاملة، أنا أشوف الأستاذة مركزة معي والحواجب. فإيش هي النصيحة أستاذة؟ إن واحد يحاول إن يتعامل مع مشاعر السلبية، تقنيات كثيرة، أغير أفكاري السلبية إلى أفكار إيجابية، أكتب كل أفكار سلبية على ورقة أغيرها إلى أفكار إيجابية. شيء ثاني، أمارس الامتنان بشكل يومي، كل يوم نهاية اليوم أكتب 3 أشياء أشعر امتنان لها، أو أختار رفيق الامتنان، فممكن صديقة أو ممكن زوجتي، أنا وهم نتفق إنه كل يوم بنقول لبعض 3 أشياء إيجابية أو 3 أشياء نشعر بالامتنان لها، هذا يشجعنا في هاي الرحلة مع بعض. جميل، خلاص كل صباح. هذه إذن رسالة للأستاذة سرى، شكرا جزيلا لك أستاذة سرى، ونتمنى صباح إيجابي لكل اللي يسمعنا ويتابعنا، وإن شاء الله اللي حبي يتابع أيضا بتكون موجودة المقابلة في الوقت القادم عبر يوتيوب الشبيبة. إذن مستمعين، نتمنى لكم بإذن الله تعالى صباح سعيد وصباح خير وصباح سعادة وصباح الإيجابية.